أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، والرضا عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم وعنا من أجلهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تقطع عنا مددك، ولا تمنع عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، ولا تحل بيننا وبينك بحائل، ولا تشغلنا عنك بشاغل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبنا ومصطفانا ومجتبانا ومنتخبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا ومقربنا إليك وسندنا إليك حتى تدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، واجمع بيننا وبينه في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة وفي الليل والنهار وفي كل وقت وحين وفي دار كرامتك وفي مستقر رحمتك وفي دوام النظر إلى وجهك الكريم، واسقنا من كفه الشريفة ومن يده الشريفة ومن كأسه الشريفة ومن حوضه الشريف شربة ماء هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقرأ في شرح الحكم العطائية لفضيلة مولانا عبد الله بن حجازي الشرقاوي شيخ الأزهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: الحكمة 18 بعد 100: لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. لما علم الحق منك وجود الملل، أي السآمة والملل، ها تزهق نفسك من الأشياء دي، لون عليك الطاعات، صيام، صلاة، حج، زكاة، أنواع الطاعات كلها، وجعل لكل طاعة سياجا، أي حائطا وسورا، اللي هي نوافل العبادات، حتى لا تسقط منك الأصول الفرائض، ها؟ فجعل نوافل العبادات نوافل الصلاة حتى لا تترك أصل الصلاة، نوافل الصيام حتى لا تترك صيام رمضان الفرض، ها؟ نوافل الحج والعمرة حتى لا تترك الحج والعمرة المفروضة المطلوبة منك مرة في العمر، ها؟ وهكذا الزكاة جعل لها سياج، وهي الصدقات، ها؟ حتى لا تترك الزكاة، سبحان الله، ها؟ الذي حفظنا بذلك. لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره، انك عندك الشره، انك انت تزيد وتزداد، ها، والشره يؤدي الى ايه؟ وجود لكل شره فتره، لكل شره فتره، كل ما يبقى عندك انت بتطلع وليك شره تلاقيه يحصل عندك فتور، فجعل عشان ما يحصلش الفتور ده، ها، وعلم ما فيك من وجود الشره، اي التطلع لزياده العباده، فحجرها عليك في بعض الاوقات. قال لك ما تصومش يوم الشك، ما تصومش 5 ايام في السنه،
ها ايام العيد الفطر، عيد الفطر وعيد الاضحى واربعه ايام وثلاثه ايام التشريق حرم عليك الصيام فيها، حرم عليك الصلاه عند الشافعيه في وقت كراهه الصلاه، ها اللي هي خمسه اوقات تفصيلا وثلاثه اجمالا، بعد صلاه الفجر، ها وعند الزوال، وبعد وقبل غروب الشمس، فبعد صلاه الفجر والى ان تطلع الشمس، وبعد الى ان تطلع الشمس وقت تاني في الكراهه لغايه لما ترتفع قدر الرمح، وايضا في الصلاه في الظهر، ها وقت الزوال، وفي المغرب اي ان تصلي، وفي العصر ان تصلي العصر، ويكره ايضا ان تصلي بعد ذلك الى اصفرار الشمس. وايضا حرم في هذه الاوقات الصلاه المطلقه، ها والصلاه التي لها سبب بعدي، فقال لك ايه؟ فحجرها عليك في بعض الاوقات. والصيام معروف 5 ايام. طب والحج والعمره؟ قال لك من نوى الحج في غير اشهر الحج انعقدت عمره، ما تبقاش حج. وهو في رمضان نوى الحج، اقول له لا، انت تتحلل منه بعمره، لان هذا ليس وقت حج. وقت الحج ايه؟ الحج اشهر معلومات، ثبوت هلال شوال الى انقضاء المناسك. فحجرها عليك في بعض الاوقات ليكون همك اقامه الصلاه لا وجود الصلاه، فما كل مصل مقيم. قال لما علم الحق منك ايها المريد وجود الملل اي السامه من ثقل العمل المؤديه الى تركه، وجعل للمراه ايام الحيض لا تصلي ولا تصوم، ها لانها ضعيفه والسامه قريبه منها انها تسام او تمل، فجعل لها راحه، ها وهي في ذلك الوقت اذا ناوت الطاعه تكون ماجوره من الله تعالى كالصائم القائم. لما علم الحق منك أيها المريد وجود الملل أي السآمة من ثقل العمل المؤدية إلى تركه، السآمة هتؤدي للترك أو التقصير. لون أي نوع لك الطاعات رحمة بك وتسهيلا عليك، لأنك إذا سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره. الله الله الله. ولو كانت من نوع واحدة لسئمته النفس وتركته استثقالا له. لو كانت العبادة صلاة بس، صلاة بس ما فيش صوم ولا زكاة ولا، يبقى ايه؟ هتسأم النفس، لأنك إذا سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره. ولو كانت من نوع واحدة ها لسئمته النفس وتركته استثقالا له، بخلاف الأنواع المتعددة فإنها تستخفها وتستحليها، تبقى حلوة عندك من صلاة لصوم لحج لزكاة، بل أيضا لمعالجة أمراض القلوب والترقي مع الله تعالى، ترقي بالخوف، ترقي بالرجاء، ترقي بالمراقبة، أنواع الترقيات حتى ما كانش نوع واحد، وكلها الترقيات القلبية دي تؤدي إلى حضرة القدس، تدخلك في الحضرة على طول. بخلاف الأنواع المتعددة فإنها تستخفها وتستحليها، ها لتنقلها من نوع إلى نوع آخر. وشأن النفس ألا تدوم على حال واحدة، على حال واحد، بل تنظر في الأحوال. ألا ترى أن الإنسان إذا داوم على طعام واحد تسأمه نفسه كما وقع لبني إسرائيل؟ الله الله الله. طيب نقرأها تاني بسرعة كده. لما علم الحق منك أيها المريد وجود الملل أي السآمة من ثقل العمل المؤدية إلى تركه، لون أي نوع لك الطاعات رحمة بك وتسهيلا عليك، لأنك إذا سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره. ولو كانت من نوع واحدة ها لسئمته النفس وتركته استثقالا له، بخلاف الأنواع المتعددة فإنها تستخفها وتستحليها أن تنتقل لتنقلها من نوع إلى نوع آخر. وشأن النفس أن لا تدوم على حال واحدة
بل تنظر في الأحوال. ألا ترى أن الإنسان إذا داوم على طعام واحد تسأمه نفسه، كما وقع لبني إسرائيل لو داوم على طعام واحد تسأمه النفس، ها؟ اللي هي الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع الله، ها؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طلب تعدد الطعام. طيب انت لو انت بتحب اللحمة، لو جالك كل يوم في كل الوجبات لحمة هتسأل منها، تقول انا عايز طعمية، شوف تقول ايه، عايز اقل حاجة، خلاص لانك هتسأل. فكذا ايضا من رحمة الله تعالى يعني ونعمته على عباده تعدد الأطعمة وتعدد كل الأشياء. وعلم ما فيك من وجود الشره، أي مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه. فيؤديك إلى ألا تأتي به على وجه الكمال. وعلم ما فيك من وجود الشره، أي مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه. يسارع للعمل ويجاوز في الحد في العمل أيضا. فيؤديك إلى أن ألا تأتي به على وجه الكمال. فحجرها بالتخفيف، أي منعها عليك في بعض الأوقات، فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتها المحددة، والنوافل يمتنع فعلها في وقت الكراهة، كراهة التحريم عند الشافعية. وفي بعض النسخ: فحجرها عليك في الأوقات بالتشديد، أي جعل لكل طاعة وقتا مخصوصا ولم يجعلها دائمة في جميع الأوقات، لئلا يحصل منك شره فيجرك إلى الترك. كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، كما يقول الإمام الغزالي قاعدة عمومية: كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. طيب قال: فحجرها بالتخفيف، أي منعها عليك في بعض الأوقات، فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتها المحدودة، بل يحرم فعلها في غير أوقاتها المحدودة. إذا أخرتها عن وقتها حتى خرج وقتها هيجب عليك القضاء، واضح الفرائض. والنوافل يمتنع فعلها في وقت الكراهة، اللي هي النافلة القبلية هيجوز قضائها، والنافلة المقارنة يجوز فعلها، لكن النافلة البعدية زي سنة الإحرام لا تجوز في وقت الكراهة ولا تنعقد، والصلاة المطلقة لا تجوز ولا تنعقد في وقت الكراهة، حرام. وفي بعض النسخ: فحجرها عليك في الأوقات بالتشديد، أي جعل لكل طاعة وقتا مخصوصا ولم يجعلها دائمة في جميع الأوقات، لئلا يحصل منك شره، أي تطلع للنفس، ها، لمجاوزة الحد فيجرك إلى الترك. والحاصل أن تلوين الطاعات لوجود الملل، أي بسبب وجود عدم وجود الملل حتى لا يحدث الملل، وتحجيرها في الأوقات لوجود الشره، نعمتان أنعم الله بهما على عبده. فإن الملل والشره آفتان عظيمتان قاطعتان للعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديما عليه الصلاة والسلام، أي مستمرا ولا ينقطع، بل كان من خصوصيته أنه إذا فعل شيئا واظب عليه، فلما صلى ركعتين بعد صلاة العصر واظب عليها،
وهذا من خصوصياته. ها، ولما صلى ركعتين بعد الوتر جالسا واظب عليها، وهذا من خصوصياته ايضا عليه الصلاة والسلام. اما الامة فليس لها اقتداء في هذين الفرعين، فان الملل والشره آفتان عظيمتان قاطعتان للعمل. وفي حديث ايه، لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. والموجب للعمل والملجب للملل المداومة على نمط واحد من العبادات، فتسأمها النفس وتستثقلها، فإذا لونت عليها أي العبادات استحالتها واستخفتها، بل استحلتها، ها، أو استحلتها بقت حلوة واستخفتها، هي استحلتها. واستخفتها. والموجب للشره وصلاحية الأوقات كلها لإيقاع العبادات مع شدة الحرص عليها. وعند وجود الشره يقع النقص والتقصير، إما الإخلال في العبادة نفسها أو تنقص من أصل العبادة، بأن يقرأ القرآن مثلا ولا يتدبر في معاني، عايز يعمل كذا ختمة، خلاص عايز يعمل زي الأكابر بيختموا 6 مرات في اليوم أو مرتين زي الإمام الشافعي في رمضان، ولا يتدبر في معانيه، لكن خليك على قدك شهر حلو، ولا يحضر قلبه مع مولاه في حال قراءته، ده كمثال يعني. فلذلك عين لها أوقاتا تقع فيها، وذلك هو معنى تحجيرها في الأوقات، ان ايه، يحجر العبادة في الأوقات، اي يجعل لها حجرا، اي بداية ونهاية. ولذلك قراءة القرآن في اي وقت، طب وقت الأذان اقطع قراءة القرآن وردد الأذان والأدعية، ها، طب الذكر في اي وقت، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء، تيجي في الأذكار الصباح وأذكار المساء اذا سمعت نداء أذانا تقطع ما انت فيه من الذكر وتلبي النداء وتقول أدعية هكذا. وقوله ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم، بنصب يكون بعد لام كي، على أنه تعليل لما قبله، أي إنما لون لك العبادات حتى لا تمل، وحجرها عليك في بعض الأوقات حتى لا تشره، أي تصيبك الشره، لأجل أن يكون همك إلى آخره، فإنهما إذا انتفيا أمكن توجيه الاهتمام إلى حضور إقامة الصلاة لا إلى مطلب وجودها وحصول صورتها، بخلاف ما إذا وجد فإنه لا يكون معهما إتقان. وفي بعض النسخ ليكن بالجزم فيكون كلاما مستأنفا. قوله ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم، بنصب يكون بعد لام كي، اللي هي اللام اللي يكون دي، على أنه تعليل لما قبله، أي إنما لون لك العبادات حتى لا تمل، وحجرها عليك في بعض الأوقات حتى لا تشره، أي لا يصيبك الشره والطمع، لأجل أن يكون همك إلى آخره، فإنهما أي الطمع والشره، أي الشره والملل، ها، إذا انتفيا أمكن توجيه الاهتمام إلى حضور إقامة الصلاة، مش للصلاة بس، لا إلى مطلب وجودها، أي صورة الصلاة وحصول صورتها، بخلاف ما إذا وجد، أي الملل والطمع والشره، فإنه لا يكون معهما إتقان. وفي بعض النسخ ليكن بالجزم فيكون ك،
كلاما مستأنفا. وإقامة الصلاة المرادة هنا حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله عز وجل بالحضور أثناء الصلاة والخشوع، فلا يختلج فيه سواه، أي لا يكون نظره إلا إلى الله في أثناء الصلاة. وقيل هي القيام بأركانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها لرؤية من يصلي له، فتكون مستقلا مستقبلا إلى القبلة وقلبك مستقر في حقائق الوصلة. وخص الصلاة بالذكر دون سائر العبادات لأن ذلك أكثر ما يقع فيها. وقيل هي القيام بأركانها وسننها، أي أركان الصلاة وسننها، ثم سواء سننها الخاصة بالصلاة أو نوافل الصلاة، ثم الغيبة عن شهودها لرؤية من يصلي له، أنه يغيب عن إيه ويكون مراقب لله تعالى في الصلاة، فتكون مستقبلا إلى القبلة وقلبك مستقر في حقائق الوصلة، أي الوصل مع الله تعالى. وخص الصلاة بالذكر دون سائر العبادات لأن ذلك أكثر ما يقع فيها، أكثر ما يكون الشيطان على الإنسان أثناء الصلاة، يقول أذكر كذا أذكر كذا حتى يذكر ما لم يكن يذكر، الأشياء اللي ما كانش فاكرها يفتكرها في الصلاة كلها. ولذلك أول ما تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بتستعيذ من الشيطان الرجيم، لأنه أشد ما يكون على الإنسان أثناء الصلاة وداخل المسجد، وأنت خارج برضو عشان الدنيا هتلهيك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم برضو. الحديث لقيته؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. عندك شرح خفيف لي؟ ده من جبل الأحوز. قال إن قوله إن لكل شيء شرة بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء، أي حرصا على الشيء ونشاطا ورغبة في الخير أو الشر، ولكل شرة فترة بفتح الفاء وسكون التاء، أي وهنا وضعفا وسكونا، فإن شرطية صاحبها سدد وقرب، أي جعل صاحب الشرة عمله متوسطا وتجنب طرفي إفراط الشرة وتفريط الفترة، الله فأرجوه، أي أرجو الفلاح منه. إفراط الشرة بأنه يزداد وتفريط الفترة بأنه ينقص. فأرجوه، أي أرجو الفلاح منه، فإنه يمكنه الدوام على الوسط، وأحب الأعمال إلى الله أدومها. وإن أشير إليه بالأصابع، أي اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالعبادة والزهد، وسار مشهورا مشارا إليه، فلا تعدوه، أي لا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيا، ولم يقل فلا ترجوه إشارة إلى أنه قد سقط ولم يمكنه تدارك ما فعل. لازم أنك تبعد عن الشرة وعن الفترة اللي هو الوسط، ماشي؟ كيف خلاص؟ تمام، سمعتوا يا أولاد؟ طيب، في أسئلة قبل ما ننتقل للحكمة التي تليها؟ طيب، الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار، علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها.
الصلاة أعظم العبادات هي الصلاة، أعظم العبادات هي الصلاة، طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب أي للقرب الغيبيات. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، أنك تصافي ربك، ومحل أنك تناجي ربك، فكلها دعاء خلاص. والمناجاة هي خصوص الدعاء، ها، ومعدن المصافاة أي المصافاة بينك وبين الله تعالى، تتسع فيها ميادين الأسرار، تلك الأمداد من الله تعالى أثناء الصلاة، وتشرق فيها شوارق الأنوار أي من الله تعالى على عبده وهو قائم يصلي له. علم سبحانه وتعالى وجود الضعف منك فقلل أعدادها، لو هي من 50 صلاة إلى 5 صلوات في اليوم والليل، حتى أن سيدنا موسى عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هي 5 صلوات، قال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تستطيع، خلاص، فإني قد خبرت الأمم من قبلك، فقال إني استحييت أن أسأل ربي، فارتضى بها أنها 5 صلوات و50 في الأجر. وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها، الله الله، فكثر ما يأتيك من مدد في الصلاة كثير، والذي لا يصلي لا يأتيه مدد مطلق، يعني لا يحدث من يدعي أنه يخشع وهو ما بيصليش خالص، ده أقول له ده لعب شيطان، إنما الشيطان يزعم أنك خاشع وأنت لست بخاشع خلاص. ولذلك سئل الإمام أبو حامد الغزالي، رجل يحس بالخشوع إذا صار منفردا في بيته، ها، ولا يحس بالخشوع إذا ذهب إلى المسجد وحضر الجماعات، قال له لا، يذهب المسجد وحضر الجماعات، لأن امتثال الشرع أولى من تحصيل الخشوع اللي أنت بتزعمه ده، لأن قد يكون الخشوع ده مزيف، ها، خدعك الشيطان فيه. وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. ثم أشار إلى فوائد صلاة المقيم اللي هو بيقيم الصلاة، لا مطلق الصلاة، بقوله الصلاة أي الحقيقية طهرة للقلوب من تكدرها بالآثار وتلوثها بأقدار الأغيار، ومن الأوصاف المبعدة لها عن مشاهدة العزيز الجبار، وفي بعض النسخ من أدناس الذنوب، مش من من إضافة المشبه به للمشبه، والذنوب مختلفة باختلاف المقيمين لها أي الذين يقعون فيها. ثم أشار إلى فوائد صلاة المقيم اللي هي رأس العبادات وهي الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ألف الإمام كما قال الشيخ امبارح كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي، مجلدين في فضل الصلاة وتعظيم أجرها، تعظيم شأن الصلاة. ثم أشار إلى فوائد الصلاة المقيم أي الذي يقيم الصلاة، لا مطلق الصلاة، بقوله الصلاة الحقيقية طهرة للقلوب من تكدرها بالآثار، لأن الإنسان أما بيجي يصلي بيحاول يستحضر بقدر الإمكان أنه واقف بين يدي الله تعالى، وأنه بيناجي ربه، وأنه يقرأ كلام الله تعالى، فدي فيها طهرة للقلوب من تكدرها بالآثار وتلوثها بأقدار الأغيار، من تكدرها بالآثار الموجودة في الكون. اللهم صل على سيدنا، الله هو المؤثر، لكن الآثار ظاهرة في الكون أمام الناس، فعايزين نزيل الآثار دي وننظر إلى المؤثر خلاص. من تكدرها بالآثار، تتكدر وتتعكر القلوب بالآثار الأكوان، فالصلاة بتزيل تلك الآثار، بتبقى أنت وسط على طول بينك وبين الله تعالى، يناجي ربه، وتلوثها بأقدار الأغيار، كل النهار عايش مع الأغيار مع الأغيار، طب وما يجي يوقف في الصلاة بيبقى مع ايه،
مع الله تعالى، ها، ليس مع الأغيار وليس مع السوى، بيكون مع الله تعالى بقدر إمكانه وتلوثها بأقدار الأغيار. ومن الأوصاف المبعدة لها عن مشاهدة العزيز الجبار، تزيل عن النفس إيه والقلوب الأوصاف المبعدة لها عن مشاهدة العزيز الجبار. ما من أحد يقف يصلي إلا كانت حالته أثناء الصلاة أفضل من حالته في أي وقت تاني مع الله تعالى، من قرب، من استحضار، من خشوع وما إلى ذلك. وفي بعض النسخ من أدناس الذنوب، من إضافة المشبه به إلى المشبه للمشبه. والذنوب مختلفة باختلاف المقيمين لها، أي العاملين بتلك الذنوب، أو الذنوب مختلفة باختلاف المقيمين للصلاة. ماشي، كل واحد نوع مختلف الذنوب. واستفتاح لباب الغيوب، الله الله الله، أي فتح أو طلب فتح. استفتاح، السين والتاء تدخل للطلب. دايما لما تحب تعرف معنى كلمة جردها، ها، وما تجردها يظهر لك حقيقة المراد هنا. استفتاح أي طلب الفتح، فتح، والسين والتاء للطلب، يبقى أي طلب الفتح من الله تعالى، أي فتح أو طلب فتح لباب الغيوب، أي ما غاب عنك من المعارف والأسرار. وشبهها بكنز له باب مغلق عليه، اللي هو الغيوب دي والمعارف. ويكفي من التوفيق، يكفي حدوث حالة التوفيق للمصلي، أي ما غاب عنك من المعارف والأسرار. فشبهها بكنز له باب مغلق، والباب تخييل، أي من الأساليب البلاغية، وهذا مرتب على ما قبله، لأن القلوب إذا طهرت رفع عنها الأستار، فرأت ما غاب عنها من الأسرار. قال: واستفتاح أي فتح، أي طلب فتح لباب الغيوب، أي ما غاب عنك من المعارف والأسرار. شبهها أي الصلاة بكنز له باب مغلق عليه، والباب تخييل من الأساليب البلاغية، وهذا مرتب على ما قبله، أي أن الصلاة طهر للقلوب من أدناس الذنوب، لأن القلوب إذا طهرت رفع عنها الأستار، رفع عنها الأستار، فرأت ما غاب عنها من الأسرار. وكل إيه له قسم من الله تعالى ووهب رباني محض، حسب ما أنت بتحاول تستحضر في صلاتك الخشوع والخضوع والذل والعبودية لله تعالى، وأن تراقب في صلاتك الله تعالى. الصلاة محل المناجاة، أي مناجاة العبد لربه بإظهار صفاته الجميلة من رحمته للعباد وتربيته للعالمين وملكه يوم الدين إلى غير ذلك من الصفات. ومناجاة الرب لما له بما يلقيه في سره من العلوم الوهبية والأسرار العرفانية. الله الله، كل عبارة لها حاجة عجيبة. الصلاة محل المناجاة، أي مناجاة العبد لربه بإظهار، العبد بيظهر صفات الرب، بإظهار صفاته، أي صفات الله تعالى الجميلة من رحمته. شوف أول الفاتحة بتقول إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، رحمته العبادات لعبادي للعباد، الحمد لله رب العالمين، شكر على النعم، وبعدين الرحمن الرحيم مرة تانية، ها، أي صفات الجمال والرحمة، خلاص. بعد كده مالك يوم الدين، ها، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، التربية، ها، إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين، أي تربيته سبحانه وتعالى للعالمين، خلاص. وملكه يوم الدين، إنه يملك ما يوم الدين. الله الله الله. طب إيش معنى اختص يوم الدين بالملك، مالك يوم الدين؟
لأن قد يظهر فيما نراه من الخيالات إن حد له ملك في الدنيا، لكن يوم الدين لا يملك إلا الله تعالى سبحانه وتعالى، وإن كان هو يملك الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الصفات. ومنجات الرب له، إن ربنا بقى بيدي المناجاة اللي أنت عملتها دي بيرد عليك بمناجاة سبحانه وتعالى، ها؟ بما يلقيه في سر العبد، في سره أي في سر العبد، من العلوم الوهبية، الخشوع والخضوع والذل والعبودية والمسكنة والفقر والفقر إلى الله تعالى، والأسرار العرفانية، أنك تتعرف على الله تعالى، فيقابل المولى عز وجل بجوده وكرمه ومنه ولطفه، ها؟ ما أنت قدمته من المناجاة السابقة بأنه يناجيك أيها العبد في سرك في قلبك، ها؟ مناجاة الرب له بما يلقيه في سره من العلوم الوهبية والأسرار العرفانية، أي التعرف على الله تعالى. ومعدن المصافاة، أي الصلاة معدن المصافاة، أي التودد بين العبد وربه وبين الرب وإيه وعبده، ربنا يتودد إليك ويحبك، خلاص، أي التودد، أي مصافاة العبد لربه بتوجيهه إليه بكليته، بتوجهه إليه بكليته، إن العبد بيتوجه لله تعالى بكليته وإقباله عليه بعوالمه الظاهرة والباطنة. العبد بيقبل عليه على الله تعالى بكليته وإقباله عليه، أي يقبل على الله تعالى بعوالمه الظاهرة والباطنة، حتى لا يختلج في سره غيره سبحانه وتعالى، لا يختلج أو يحدث شيء في سر العبد غير المولى عز وجل، ويحدث مقابل ذلك إيه؟ ومصافاة الرب لعبده بأن يمنحه شهوده ويقبض عليه ويفيض عليه فضله وجوده، وهذه أعلى المصافاة ودونها مراتب، وعلى قدر إقبال العبد يكون إقبال الرب جل دلال. طيب. ومعدن المصافاة، أي التودد، المحبة، التقرب، أي مصافاة العبد لربه بتوجهه إليه بكليته، إن العبد يتوجه إلى الله تعالى بكليته، وإقباله أي العبد عليه أي على الله تعالى بعوالمه الظاهرة والباطنة. حتى شوف الدعاء اللي قدمه الإمام الشافعي، ها، قال دعاء التوجه، ويقدمه على أي دعاء تاني، في إيه؟ في استفتاح الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كمان لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، لأن أول المسلمين هو سيدنا صلى الله عليه الصلاة والسلام، وإقباله عليه بعوالمه الظاهرة والباطنة حتى لا يختلج في سره أي العبد غيره سبحانه وتعالى، لا يختلج في سر العبد غير الله تعالى. العلماء بيشتغلوا في الضمائر بطريقة عجيبة، سره وغيره. طب يبقى السر الهاء هنا، الضمير هنا رايح لمين؟ للعبد. طب وغيره؟ اي المولى عز وجل، حتى لا يختلج في سره غيره سبحانه وتعالى. ومصافات الرب لعبده، يقابل المولى عز وجل ذلك الاقبال من العبد، ها، بمصافاه ايضا، مصافات تقابلها مصافاه من الله تعالى، من باب ايه؟ من باب ايه ده؟ اسمه ايه باب ايه ده؟ مصافاة مصافاة، يمكرون ينكر الله، من باب ايه؟ المشاكلة، المشاكلة. فليست مصافات العبد لله كمصافات الله للعبد، ده مصافات العبد الله للعبد ده مجرد منح ربانية وفوائد صمدانية. ومصافات الرب لعبده بأن يمنحه شهوده ويفيض عليه فضله وجوده. الفضل والجود هنا فيما يحدث للقلب من الترقي، ها، وزيادة زوال الأغيار أو انقشاع بعض الحجب بينه وبين الله تعالى. وهذه أعلى المصافاة ودونها مراتب. طبعا الكلام اللي هو بيقول عليه ده أعلى مصافاة، بأن يمنحه شهوده ويفيض عليه
فضله وجوده، وهذه أعلى المصافاة ودونها مراتب، وعلى قدر إقبال العبد يكون إقبال الرب جل وجلاله. بقدر إيه؟ ها؟ لما يقبل العبد على الله تعالى يقبل الرب سبحانه وتعالى على العبد جل جلاله، يقبل الرب جل جلاله على العبد. خلينا نخمشي. تتسع فيها ميادين الأسرار، أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان، أي تنشرح بنوادر الأسرار، بل أي تنشرح بتوارد الأسرار، أي العلوم والمعارف الربانية التي يكشفها الله تعالى لعبده، أي العلوم والمعارف عليها وتسابقها فيها كتسابق الفرسان. الفرسان قال تتسع فيها ميادين الأسرار، أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان، أي تنشرح بتوارد الأسرار. إن أسرار كثيرة تتوارد على القلب في هذه الأحوال، أي العلوم والمعارف، أي العلوم والمعارف الربانية التي يكشفها الله تعالى عن قلب عبده. فإيه؟ يبقى قلب مستنير مستضيء مضيء. أي العلوم والمعارف عليها، أي على القلوب، وتسابقها فيها كتسابق الفرسان، أي في الميدان. الله الله الله، الود، السرعة، ده كأن المعارف تتسابق إلى قلب ذلك العبد. بقدر الاستعداد يكون الاستمداد. وتشرق، أي تطلع فيها شوارق الأنوار، أي الأنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة، وهو من عطف السبب على المسبب، فإن الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت لما يرد عليها من العلوم والمعارف، وذلك من ثمرات المناجاة والمصافاة وجميع ما ذكر كالدليل لما قبله من أن المطلوب إقامة الصلاة لا وجودها. وتشرق، أي تطلع زي كما تشرق الشمس بعد أن كانت غائبة، فيها شوارق الأنوار، أي الأنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة. كوكب ما كانش موجود وأشرق فرأيته، ماشي، الشمس خلاص كانت غاربة ثم ظهرت، بزغ الفجر وظهرت الشمس، يبقى إيه؟ شبيهة بالكواكب الشارقة، وهو من عطف السبب على المسبب، على المسبب، فإن الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرحت لما يرد عليها من العلوم والمعارف. بقى عندها لما الأنوار ظهرت في القلوب وأشرقت، تقبلت تلك القلوب وانشرحت لقبول العلوم والمعارف الوهبية الربانية، وذلك من ثمرات المناجاة والمصافاة الحادثة في الصلاة، وجميع ما ذكر كالدليل لما قبله من أن المطلوب إقامة الصلاة لا وجودها. حاول تتخشع وتخشع في صلاتك، عالم وجود الضعف منك فقلل أعدادها. علم وجود الضعف منك أيها المريد، لأن الطاقة البشرية لا تقدر على دوام التجلي الإلهي. والطاقة البشرية هنا يبقى إيه؟ حسب حال المريد نفسه. عالم وجود الضعف منك أيها المريد، حتى العامي ولو كان ليس يسلك طريق، هو مريد لأن مراده الله، الله مقصود الكل، لأن الطاقة البشرية لا تقدر على دوام التجلي الإلهي حسب، ولئلا يحصل الجذب باختلاف أنواع الجذب بقى، جذب ناقص أو جذب كامل، فقلل أعدادها بجعل الخمسين خمسة كما في حديث
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وعلم احتياجك إلى فضله سبحانه وتعالى بإقباله عليك ومواجهته لك بما تحبه. الله الله الله، لطيف سبحانه وتعالى، ودود، محب، يحبهم ويحبونه. وعلم احتياجك إلى فضله سبحانه وتعالى بإقباله عليك، لما علم ذلك أقبل عليك ومواجهته لك بما تحبه، فكثر أمدادها بالفتح، جمع مدد. الله الله الله. وهي الأسرار والعلوم والمعارف التي ترد على قلب المصلي، كلها وهبية ربانية محضة، خلاص. فجعل أمداد الخمسين في الخمس، هذا بالنسبة للمريد، ويقال بالنسبة لغيره: علم وجود الضعف منك بتكاسلك عنها وكثرة اشتغالك. طب والكمال، هنا ما أتاش صفة الكمال، أتى في الوسط، وأتى إيه بالمريد، أتى بالمريد وأتى بالإيه بالعامي. ويقال بالنسبة لغيره، أي غير المريد: علم وجود الضعف منك بتكاسلك عنها، أي عن الصلاة، وكثرة اشتغالك عنها. طب والكمال، هما الزيادة في الكمال قابله المولى عز وجل بزيادة انكشاف الأسرار والأحوال، والإمدادات الربانية على قلوبهم، زيادة في زيادة. وعلم احتياجك إلى فضله أي كرمه، فكثر أمدادها أي ثوابها، بأن جعل للخمسة ثواب الخمسين. الله. في أسئلة يا أولاد في الحكمة دي؟ معقولة ده أنا فهمتها بالعافية. طيب جميل، أكثر أمدادنا يا رب. قال الحكمة 20 بعد 100: متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب غنيمة وجود السلامة. متى طلبت عوضا على عمل، وده شأن التجار، عبادة التجار يريد الأجر على العمل، في عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار. عبادة العبيد من يعبد الله خوفا من النار، عبادة التجار من يعبد الله طمعا في الأجر والثواب وجنته، وعبادة الأحرار أن يعبد الله أداء لحق العبودية. متى طلبت أيها المريد من ربك متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه؟ أنت بتعمل لأجل الجنة؟ لا. بتعمل خوفا من النار؟ لا برضو. بتعمل لأداء لحق العزيز الجبار؟ يبقى ده اللي فيه الكمال، خلاص. أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده مقام الكمال عليه الصلاة والسلام، أن تقوم بأداء حق العبودية لله تعالى بغض النظر عن الجنة وعن النار. طيب اللي بيطلب الجنة مع مخلوق، الجنة مخلوقة، واللي بيطلب أن يستعيد من النار مع النار والنار مخلوق. طب واللي بيطلب العزيز الجبار مع رب العزة سبحانه وتعالى، خلاص. مدد. متى طلبت أيها المريد من بقية الحكمة طلبت بوجود الصدق فيه، أي في ذلك العمل، ويكفي المريبة، لأن خلي بالك الصدق هو الثلاثة صادقين، لكن أعلى درجة في الصدق هو إيه؟ أن يعبد الله أداء لحق العبودية، لكن هو التاني برضو خوفا من النار صادق، خايف من النار. طب واللي بيطمع في الجنة صادق برضو، لكن كأنها ثلاث درجات في الصدق: الخوف والرجاء وأيضا أداء حق العبودية، دي أعلى درجة. متى طلبت أيها المريد من ربك عوضا عن عمل، صلاة كان أو غيرها، بأن عملت ذلك لأجل ثواب آجل في الآخرة، يعني وهو الجزاء عليه في الدار الآخرة،
أو عاجل كالإمدادات التي ترد عليك من قبل الحق سبحانه وتعالى، عايز الإمدادات. طلبت أي طالبك الحق سبحانه وتعالى بوجود الصدق فيه، أي قال لك إنك لم تصدق في كونك عملت العمل لأجلي، بل عملت لحظ نفسك من إيه؟ أن تقي نفسك من النار أو تطلب دخول الجنة. تاني، متى طلبت أيها المريد من ربك عوضا عن عمل، صلاة كان أو غيرها، بأن عملت ذلك لأجل ثواب آجل وهو الجزاء عليه في الدار الآخرة، أو عاجل كالإمدادات التي ترد عليك من قبل الحق سبحانه وتعالى، الإمدادات القلبية طبعا، ولو الإمدادات حتى الحسية، المأكل والمطعم والمشرب والغنى والملبس وما إلى ذلك. طلبت أي طالبك الحق تعالى بوجود الصدق فيه، كما يقول العلماء الصدق إذا وضع على شيء قطع، عامل زي السيف، أي قال لك إنك لم تصدق في كونك عملت العمل لأجلي، لا هو عمل لأجل الله تعالى، إلا أن درجات الصدق مختلفة، ماشي، درجة دنيا وهي الخوف من النار، ودرجة وسطى وهي طمع الجنة، ودرجة عليا وهي أداء حق العبودية لله تعالى، بل عملت لحظ نفسك، مظبوط، لكن في أداء حق العبودية لذلك في أداء حق العبودية دي ما عملتش لنفسك، انت عملت لله، فمحضت الايه الصدق هنا، لكن في البعد عن النار بتعمل عشان تنجي نفسك. طب وطلب الجنة بتعمل عشان تمتع نفسك بالجنة. طب وبقى الدرجة الثالثة اللي هي ايه؟ ما عملتش فيها الحق نفسك، ها؟ ان ايه اداء حقوق العبودية لله تعالى، يبقى ايه؟ كان قلبك خالي من كده. والصدق مطابقة الباطن للظاهر. الله الله الله. كما قلنا الصدق إذا وضع على شيء قطعه، كالسيف إذا وضع على شيء قطعه. والصدق مطابقة الباطن للظاهر، وهو مفقود في هذا العامل، لأن ظاهره أنه يعمل العمل لله قياما بحق ألوهيته، وده أعلى درجة الصدق، قياما بحق ألوهيته وأداء لحق العبودية، وباطنه أنه لم يعمل إلا لحظ نفسه نجاة من النار أو إيه طلب الجنة، فيكفيه حينئذ سلامته من العقاب عليه كما قال، ويكفي المريب أي المرتاب في كون مولاه يحصل له الثواب العاجل والآجل وإن لم يقصده بعمله، إذ لو كان جازما بذلك متيقنا له لسعة جوده سبحانه وتعالى لم يخطر بباله ذلك في حال عمله، بل كان يخلص فيه لله تعالى، فيكفيه حينئذ وجود السلامة من العقاب على ذلك العمل المدخول. ها؟ دي درجة الكمل دي، محدش يقدر يحصل لها غير الكمل والواصلين، لكن احنا بنتكلم عن المبتدئين والمتوسطين، فقلنا الكتاب ده وضع للثلاث طوائف، ولكن بيتكلم أساسا عن الواصلين، فلذلك هنا كأنه يلوم على الطبقة الأولى والثانية من ايه الذين يخشون الله والذين ها يطمعون في جنته. ويكفي المريب اي المرتاب اي المتردد متشكك في كون مولاه يحصل له الثواب العاجل والآجل، ربنا هيحصل لك الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة، وان لم يقصده بعمله من كرمه وجوده، حتى لو ما تمش القصد التام اللي هو الصدق، درجة اعلى في الصدق، ها؟ وإن لم يقصده بعمله، إذ لو كان جازما بذلك متيقنا له لسعة جوده سبحانه وتعالى، ها؟ لم يخطر بباله ذلك في حال عمله، بل كان يخلص فيه لله تعالى، فيكفيه حينئذ وجود السلامة من العقاب. فيكفيه حينئذ وجود السلامة من العقاب على ذلك العمل المدخول الذي هو
ليس خالصا خلوصا تاما، ليس فيه الدرجة العليا من الصدق، ها، ان فيه الدرجة الوسطى او الدنيا. المدخول معنى ايه؟ دخلته وخالطته الاغراض، ان هنا بيعمل من اجل نفسه بانه عايز يقي نفسه من النار او يدخل الجنة، يطمع في دخول الجنة. اي فيقول له الرب: هذا العمل الذي عملته لا تستحق عليه مني جزاء، بل يكفيك من الجزاء عليه سلامتك وعدم عقابك. ده الكم، خلي بالك، لكن العوام والسالكين لا، ها، ده كده حلو قوي، العوام والسالكين خليهم يسلكوا خلاص. والله اكرم من ان يعاقبهم على انهم قصد بقلبه، يعني كما قلنا الاخلاص عند تكبيرة الإحرام بس، الله أكبر بس خلاص نويت. قال الإمام الماوردي: النية هي الإخلاص، النية دي هي الإخلاص بس، والإخلاص مطالب في أول الأعمال فقط، ها، عند أول العمل، فيكفيك ويجزئك، لكن الدرجات العلى أعلى من كده بكتير. فيكفيه حينئذ وجود السلامة من العقاب على ذلك العمل المدخول، أي الذي حصل فيه دخل، والدخل طلبك للجنة أو طلبك استعادتك من العذاب من النار. أي فيقول له الرب: هذا العمل الذي عملته لا تستحق عليه مني جزاء. بس عند المبتدئين، عند الدرجة الأولى حتى، اللي هو خايف من ربنا ده وخايف من عقابه، حصل عنده خوف في قلبه من الله تعالى، ها، فالخوف ده نوع من الصدق ايضا، ها، يستحق به الجزاء على الخوف من الله تعالى، ها. فده اهل الطبقه الاولى الذين يخافون من النار. طب والتاني اللي هي طامع في الجنه برضه حصل منه الامر ده، ها، لا تستحق عليه مني جزاء، بل يكفيك من الجزاء عليه سلامتك وعدم عقابك، ها. وهذا تقبيح لحال طالب الجزاء على العمل. الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجه الله التمحض، لكن دي درجة عليا، دي الدرجة العليا خالص. وهذا تقبيح لحال الطالب الجزاء، لحال طالب الجزاء على العمل، او لحال ايضا اكثر منه قبحا، حال طالب الايه، النجاة من النار، ها، على ان هو ايه يريد الثواب على طلبه النجاة من النار. وبيان أن المنهل العذب الصافي أن يعبد الله، أن يعبد العبد ربه لما هو عليه من عظمة الألوهية ونعوت الربوبية، لا لما يعود عليه في دنياه أو أخرى. الله، الله، اللي هو مقام سيدنا النبي، ها، أفلا أكون عبدا شكورا، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن الثلاث درجات من هي مطلوبة، بل الثلاث درجات أحوال تعتري القلوب، أو أحوال، ها، تأتي على القلوب حال بعد حال، وبعدين يجي الحال الربوبية وإيه ونعوت الربوبية، إظهار نعوت الربوبية، ها، وعظمة الألوهية، ويجي حال تاني أنا خايف يا رب من النار، ويجي حال تاني أنا طمع في فضلك ورجائك. فدي أحوال كلها تتوارد على القلوب وكلها صحيحة. لكن الشيخ هنا بيكمل الصورة دي في المسألة دي، بيتكمل عن الكمل والصديقين، ها، والواصلين، ما بيتكلمش عن السالكين ولا عن العوام ولا على المتوسطين، ماشي. فقلنا الحكم تشرح على الثلاث مستويات. وقد ذكر المصنف هذا المعنى في مواضع متفرقة من هذا الكتاب، وأشار إلى موضع منها أيضا بقوله: لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا سبحانه وتعالى.
لا تطلب عوضا. هو بيقول لك ايه؟ خليك عبد، ها، ما تطلبش عوض لا من نجاة من النار ولا بايه ثواب وجنة، خلاص لا تطلب عوضا. وقلنا دي برضو درجة الكمل، مش درجة ايه، دي درجة الصديقين والكمل، ها، والكاملين. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، لان الفاعل على الحقيقة هو الله، ولولا انه مكنك من ان تفعل ما فعلت، لولا توفيقه اليك ما فعلت. يكفي من الجزاء لك على العمل ان كان له قابلا، ان ربنا قبل منك العمل. لا تطلب، ولكن بيقبل من الكل سبحانه وتعالى، فلا يرد احدا. انت قمت تصلي، العامي لما بيقوم يصلي ما هو مشغول برضه بصناعاته وما الى ذلك اثناء الصلاه، لكن يقبل منه ويعفو عنه ويتجاوز عنه. لكن القسم الرباني الذي ياتي لهذا ليس كالقسم الرباني الذي ياتي للمريد الذي يا رب قربني اليك، وليس كالقسم الذي ياتي ها للكامل للكمل، ده يا رب زدني قربا وادخلني في حضرتك وابعد عني الدنيا وما فيها وابعدني عن الاغيار والسوى. فكل واحد له ايه مرتبته. ها، لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، بل هو الفاعل له على الحقيقة، حقيقة ان الفاعل للعمل هو على حقيقة المولى عز وجل، ولولا توفيقه لما استطعت ان تعمل. كما قلنا التوفيق هي خلق الله تعالى القدرة في العبد على ان يطيعه، وانما انت محل لظهوره، اي لظهور هذا العمل ظهر عليك. ان كل الاشياء دي ظهورات لله تعالى، ظهرت في الاعمال. ولذلك يقول ايه، يقول في التوحيد ما هي المعجزه، او هي خوارق العاده عموما، المعجزه منها ايه، ها، خارق العاده يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوه تصديقا له في دعواه، وليس للمظهر للخارق العاده ده النبي، لا، ده الذي اظهره هو المولى عز وجل، وانما اجراه على يد ذلك النبي. وكذلك الايه، كل الخوارق العادات. فالولي الكرامه، ها، خارق للعاده يظهره الله تعالى على يد ولي صالح من امه نبي. يبقى المظهر هو المولى عز وجل، اي الذي يمكنك ويوفقك من الفعل. فافتح يا رب فتوح عشان غلبة دول معهم وبهم ومن أجله. فلو إذا كان الفاعل هو الله، فكيف تطلب أنت الجزاء عليه؟ ها؟ أو يقال إن المنفرد بخلق أفعال العباد واختراعها هو الله تعالى، وليس للعبد إلا مجرد الكسب، نظرية الكسب عند الأشعرية. فكيف يطلب الجزاء على عمل ليس منسوبا إليه إلا بطريق الكسب؟ الله، والله خلقكم وما تعملون، ها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دي نظرية الكسب عند الأشعرية، عند الأشاعرة، ودي نظرية حقيقة. طب أنت ربنا خلقك وما تعمل، طب ما يحدث منك أنت؟ إما بتكتسب، تكسب الطاعة أو تكتسب المعصية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت بتكتسب بس، والاكتساب ده أيضا بتوفيق الله تعالى، ولولا توفيقه ما استطعت أن تكتسب الطاعة، تكسب الطاعة، ولا أن يخذلك باكتساب المعصية. لا تطلب عوضا على عمل ليس له فاعلا، بل هو الفاعل له على الحقيقة، بأن خلق فيك القدرة على الفعل، ها، والطاعة، وإنما أنت محل لظهوره هذا العمل، لظهور إيه؟ لظهور هذا العمل. وإذا كان الفاعل هو الله، فكيف تطلب أنت الجزاء عليه؟ هو اللي خلق وهو اللي فعل، فكيف تطلب الجزاء على شيء لم تفعله أنت؟ بل الفاعل على الحقيقة هو الله تعالى الذي مكنك. أو يقال إن من المطلوب منك تشكره على أنه سبحانه وتعالى وفقك. أو يقال إن المنفرد بخلق أفعال العباد واختراعها هو الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد إلا مجرد الكسب. فكيف يطلب الجزاء على عمل ليس منسوبا إليه إلا بطريق الكسب، مش بطريق الخلق؟ ها، أنت لم تخلق الأفعال، وإنما أنت اكتسبتها فقط، ها،
واكتسبتها بتوفيق الله تعالى، لأن خلق فيك القدرة على أن تكتسبها. ماشي، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا، أي قبوله له. إياك تخطئوا يا أولاد في كلمة قبوله، قبول جمع قبل، قبول ها اللي هي من باب قبل الشيء، أي قبوله له. والمراد به عدم مؤاخذتك عليه مع كونه مدخولا بقصدك به طلب الثواب، كأنها تكملة للحكمة السابقة. ها، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا، أي قبل منك ذلك العمل، أي قبوله له سبحانه وتعالى. العمل إذا كان فيه نوع من النقص، لأنه اقترن بمحرم غير ذاتي، قبله الله تعالى منك ولم يأجرك عليه. الفقه مهم جدا جدا. توضأت بماء مغصوب أو مسروق، وضوءك صحيح، هتاخد ثواب على الوضوء؟ لا. صليت بذلك الوضوء فرض، وكذا فرض، صلاتك صحيحة ومقبولة وأسقطت عنك الطلب، لكن لم تثب عليه، لأن الوضوء كان بماء مغصوب من الأول، خلاص. لكن هل هذا أدى إلى بطلان الأعمال؟ لا، مقبولة وأسقطت عنك الطلب والعمل صحيح، إلا أنك لا تثب عليه لوجود شيء محرم ها ليس في ذاته، لأن المحرم الذاتي يبطل العمل. ها، المحرم العارض وهو الوضوء بماء مغصوب كمثال، هي يعني لأن المحرمات الذاتية تبطل وتحبط الأعمال، خلاص. زي الصلاة في وقت الكراهة، صلاة بغير سبب أو بسبب بعدي، الصلاة هنا بطل. ماشي، ليه؟ لأنها مخالفة للقواعد. لكن في الوضوء بماء مغصوب هيقبل منك، ولن يسألك عن ذلك الوضوء ولا عن الماء، هيسألك عن الغصب بقى، الحرام. فتنفصل الأعمال لوحدها، الحرام لوحده والحلال لوحده. ابن حزم يقول لا، المقارنة للحرام تبطل الأعمال، فيقول من صلى وفي يده خاتم ذهب صلاته باطلة طول حياته. شوف العجب بتاع ابن حزم. وهكذا السلفيين والوهابيين واخدين المذهب ده. لا، ده الأعمال هنا الطاعات لوحدها ماشية، ها، والمعاصي ماشية لوحدها، فلا تكر المعاصي على الطاعات بالبطلان، خلاص، إلا لو كانت في بطلان ذاتي، بمعنى إيه؟ محرم ذاتي. أما لو كان محرم لعارض يبقى هتسقط ها الطلب، ولكن لا ثواب لك فيها. سبحان الله، الفقه مهم جدا. يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا، أي قبوله له، أي قبول مولى عز وجل لأعمالك. والمراد به عدم مؤاخذتك عليه، أنه لا يسألك يوم القيامة عن الأعمال، مع كونه مدخولا بقصدك به طلب الثواب، مع كون العمل ده مدخول. دي صفة الكمل، الكمل هو دي المراد به، وخطاب للكمل هنا. مع كونه أي ذلك العمل مدخولا بقصدك به طلب الثواب، فإذا كان غير مدخول بقصدك طلب الثواب يبقى ده حال الكمل. أما هذه العبارة ها عاملة زي إيه؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. فالأبرار لهم حسنات برضه، خلي بالك، وحسناتهم ماشية مع حسنات، لكن هذه الحسنات عند المقربين تعتبر إيه؟ سيئات. في أسئلة يا أولاد؟ الحكمة 22 بعد 100، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل ونسبه إليك. الله 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 الله، المجلس ده يا جماعة دي روضة من رياض الجنة صراحة، أنا بحس فيها وبتشحن جامد جدا، ها، بتشحن في القرب من الله تعالى والزيادة وما إلى ذلك، والعلم والانكشاف وما إلى ذلك، مدد من ربنا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل ونسبه إليك سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يظهر فضله عليك سبحانه وتعالى، أي تفضله عليك وإحسانه إليك، خلاص. خلق أي العمل فيك ها ومكنك من أن تعمل،
أي تكتسب تلك الأعمال. ونسبه إليك، أي نسبه إليك بأن قال فيك عند ملائكته إنك مطيع ومتق ومجتهد وعامل، أو نسبه إليك على ألسنة العباد بأن يطلق ألسنتهم بأنك مطيع ومتق إلى آخره. الله الله الله، إما عند ملائكته أو عند خلقه سبحانه وتعالى. فالملائكة بترى الأعمال دي وتكتب إنك أنت مطيع وصليت الظهر. كان سيدنا الشيخ علي امبارح وهو بيشرح يقول إن بعد خروج وقت الفضيلة، يجي لك ملك ينغزك في ظهرك، قوم صلي. تقول له بس في حاجة في إيدي، يقول له قوم صلي. الملك يعني رضي الله عنه وأرضاه سيدنا الشيخ علي. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق العمل ونسبه إليك، خلق فيك العمل وجعلك تكتسبه ثم نسبه إليك سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يظهر فضله عليك، أي تفضلها عليك وإحسانه إليك ولطفه بك وحبه لك. اكتب بقى كل حاجة من صفات الله تعالى، صفات الرحمة هنا. خلق أي العمل فيك، بأن جعلك تكتسبه، ونسبه إليك أي نسبه إليك بأن قال فيك عند ملائكته أنك مطيع ومتق ومجتهد وعامل، أي بشرعه. أو نسبه إليك على ألسنة العباد بأن يطلق ألسنتهم بأنك مطيع ومتق، أي ومجتهد وعامل بالسنة إلى آخره. فإذا شهد العبد هذا الفضل العظيم واستولى عليه الخجل والحياء من سيده الكريم، لن ينسب لنفسه شيئا من محامد الصفات ومحاسن الأعمال، لا حقيقة ولا أدبا، إذ لا أهلية فيه لذلك. وأما مذام الصفات والأعمال ومساويها فمقتضى الأدب أنه يضيف ذلك إلى نفسه، وأن يعترف له وأن يعترف أنه من ظلمه وجهله. فإذا شهد العبد هذا الفضل العظيم من نعمة الله تعالى بالتوفيق على الطاعة، والمنع من المعصية والخذلان، أي المنع من المعصية. فإذا الخذلان هو التوفيق للمعصية أصلا، يمنعه من المعصية، فيبقى في توفيق تاني، توفيق بالطاعة وتوفيق بالمنع من المعصية. فإذا شهد العبد هذا الفضل العظيم واستولى عليه الخجل والحياء من سيده سبحانه وتعالى الكريم، لم ينسب لنفسه شيئا من محامد الصفات ومحاسن الأعمال، لا حقيقة ولا أدبا، بل ولا مجازا، لأنه قلنا الفعال على الحقيقة هو الله تعالى، إذ لا أهلية فيه لذلك. وأما مذام الصفات والأعمال والمعاصي أو النقائص ومساويها، أي مساوئها، فمقتضى الأدب أنه يضيف ذلك إلى نفسه، وأن يعترف أنه من ظلمه وجهله. المساوئ والنقائص والمعاصي كلها من وصف الإنسان، وأنه هو الذي تنتج عن نفسه الرديئة، وأنه ظلم نفسه بتلك المعاصي، وأنه من جهله. قال سهل بن عبد الله أي التستري قدس الله سره، طيب نقرأ الترجمة. قال هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري أحد أئمة القوم، لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورع، حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان يسأل عن دقائق الزهد والورع وفقه العبارة وهو ابن 10 سنين، فيحسن الإجابة حينما كان طفلا علمه خاله ذكر الله تعالى، فقال له قل في قلبك بعد تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير أن تحرك
به لسانك. الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي. فواظب عليها سهل 3 ليال ثم أعلم خاله، وقال له 3 مرات بس. بعد 3 أيام قال له أعلم خاله، فقال له قل في كل ليلة 7 مرات. فواظب عليها ثم أعلمه في قلبه، يقول في قلبي ده. فقال قل في كل ليلة 11 مرة. فواظب عليها سهل، فوقع في قلبه لهذا الذكر حلاوة. فلما كان بعد سنة قال له خاله احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. الله الله الله. قال سهل بن عبد الله قدس الله سره: إذا عمل العبد حسنة وقال يا ربي أنت بفضلك استعملت وأنت أعنت وأنت سهلت، شكر الله تعالى له ذلك وقال له يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت. الله الله. وإذا نظر إلى نفسه فقال أنا عملت وأنا أطعمت وأنا تقربت، أعرض الله تعالى عنه وقال يا عبدي أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت. وإذا عمل سيئة قال يا ربي أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت. غضب المولى عز وجل جلت قدرته عليه وقال له يا عبدي بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال يا ربي أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت، أقبل الولي جلت قدرته عليه وقال يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت وسترت. عجيب 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 قول سيدنا السهل في وصف هذه الأحوال. قال سهل بن عبد الله أي التستري قدس الله سره، قدس الله سره: إذا عمل العبد حسنة وقال يا ربي أنت بفضلك استعملت، أي وفقت وخلقت وأنا اكتسبت وأنت أعنت وأنت سهلت، شكر الله تعالى له ذلك وقال له يا عبدي. هذه الألفاظ أما ترجع عشان تعرف إذا كنت أنت عندك رياء ولا لا، أو عندك كبر أو عجب، ها، انك ترجع كل شيء فيه فعلته من الطاعات للفضل لله تعالى انه وفقك، الحمد لله الذي وفقنا. برئت من الكبر والعجب ومن هذه الحال اللي هي ايه، الكبر والعجب، ها، واصبت المعاني الجميله دي، ها، اللي هي إيه؟ اللهم بفضلك استعملت، اي بدني في طاعتك، وانت اعنت، وقلبي ايضا في شهودك، ها، وأنت أعنت وأنت سهلت، شكر الله تعالى له فأرجع الفضل كله لله، برئت ذمته من الكبر والرياء والعجب وما إلى ذلك والمراءة، شكر الله تعالى له ذلك وقال له يا عبدي بل أنت أطعت. شوف المقابلة من الله تعالى، ده من لطيف، هذا من لطيف ما أطلع الله تعالى سيدنا سهل بن عبد الله، أن الله تعالى كأنه يرد على عبده بقوله بل أنت أطعت وأنت تقربت، أي إلي يا عبدي، بل أنت أطعتني يا عبدي وتقربت إلي. وإذا نظر إلى نفسه، أي العبد إذا نظر إلى نفسه بقى، نفس الأمارة بالسوء، وقال أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت، أعرض الله تعالى عنه وقال يا عبدي أنا وفقت، أنا الذي وفقتك وأنا أعنتك، وأنا أعنت أي أنا أعنتك، وأنا سهلت أي يسرت عليك. طيب، كأن الله تعالى إيه، نوع من الإعراض، ولكن هذا النوع من الإعراض لا يقتضي رد الفعل طالما أنك أنت فعلت وربنا أجرى عليك بالطاعة خلاص، ولكن يقتضي النقص في الكمال والقرب من الله تعالى، برضو دي مراحل. وإذا عمل سيئة وقال يا ربي إني أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت، بيرجع إن ربنا أنت يا رب اللي خليتني أعصي. غضب المولى جلت قدرته عليه وقال له يا عبدي
بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال يا ربي أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت، أقبل المولى جلت قدرته عليه وقال يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت، لأن كل شيء بقدر الله تعالى، فأنت لا ترجع المعصية إلى قدر الله تعالى، إنما ارجعها إلى نفسك، فلما تردها إلى نفسك يردها الله تعالى إلى ذاته العلية المقدسة ويقول أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت وسترت، ها، وعفوت أيضا، لأنه يمحو المعصية. في أسئلة؟ طب نقطع بس عنوان الحكمة. لا نهاية لمدامك إن أرجعك إليك، الله، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك، الله. لا نهاية لمدامك إن أرجعك إليك، إذا أرجعك إلى نفسك فأنت عين العين الذم، النفس المذمومة. ولا تفرغ مدائحك، ها، انك مدائحك لا نهاية لها ان هو اظهر جوده عليك. لا، لازم ناخدها دي. قال لا نهاية لمدامك ان ارجعك اليك، ان ارجعك اي وكلك الى نفسك، لانها مجبولة على الشر، فاذا خلى الله بينك وبينها، ها، اي لم يعنك عليها ولم يحكمك فيها، غلبتك وتحكمت فيك فتوقعك في القبائح ثم في المهالك، حتى لا يبقى في أعمالك ما يستحسن ولا في أحوالك ما يحب أي من الله تعالى، وذلك من علامات الطرد والبعد عن الله تعالى. لا نهاية لمدامك إن أرجعك إلى نفسك، إن أرجعك الله تعالى إلى نفسك فهو الفعال على الحقيقة كما قلنا، ولا فعال سواه ولا مؤثر في الأكوان إلا هو، أي وكلك إلى نفسك لأنها مجبولة على الشر، فإذا خلى الله بينك وبينها، أي لم يعنك عليها على نفسك ولم يحكمك فيها، غلبتك وتحكمت فيك فتوقعك في القبائح وتريدك المهالك، أي وتريدك المهالك، حتى لا يبقى في أعمالك ما يستحسن ولا في أحوالك ما يحب من الله تعالى، وذلك من علامات الطرد والبعد عن الله تعالى، فتستدرج النفس حتى تغلق عليه بالعجب والكبر والمراءاة، تغلق عليه باب الله تعالى والعز بالله تعالى. ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك، بأن تولى عنايتك، أول ولاء العناية أنك ترجع الأمر لله تعالى خلاص في التوفيق، وترجع ترجع إلى النفس، ها، الأمر إلى النفس في الخذلان والمعاصي والنقص، بأن تولى عنايتك ونصرك على نفسك ولم يحكمها فيك، فتصير أحوالك حسنة جميلة، فلا تفرغ مدائحك ولا تنقضي محاسنك، وذلك من علامات اصطفائه لك واجتبائه أي لك، وقد علم أنه لا طريق للنجاة من النفس، وقد علم أنه لا طريق للنجاة من النفس وغوائلها إلا التعلق بالله والالتجاء إليه، فهو المنجي سبحانه وتعالى. ولا تفرغ مدائحك، ربنا يمدحك في الملأ الأعلى، ها، ويمدحك بين الخلائق، لا تفرغ مدائحك إلى إن أظهر جوده سبحانه وتعالى، وذلك بمحض جوده بلا مقابل، لا عملت ولا ما عملتش، ده محض الجود، ها، عليك، بأن تولى عنايتك سبحانه وتعالى ونصرك على نفسك ولم يحكمها فيك، فتصير أحوالك حسنة جميلة، فلا تفرغ مدائحك بين الخلق وعنده سبحانه وتعالى، لأن الله يثني على عباده سبحانه وتعالى خلاص، بل ويشكر عباده. ولا تنقضي محاسنك، وذلك من علامات اصطفائه لك سبحانه وتعالى واجتبائه بمحض الجود والكرم والود والحب، وقد علم أنه لا طريق للنجاة من النفس
وقد علم أنه لا طريق للنجاة من النفس وغوائلها إلا التعلق بالله، إلا التعلق بالله والالتجاء إليه. يتعلق بالله ويلتجئ إليه، المدار على التعلق بالله والالتجاء إليه، ها، والتمسك به سبحانه وتعالى. كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. الله الله، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.